أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز لمن كان في صندوق عائلي إذا قبض الزكاة من الغني أن يجعل إخراجها على الفقير متفرقا على طول العام؟ هو ولي عليه، إذا كان ولي عليه يوزع عليه على حسب حاجته لئلا يلعب بها. أما إذا كان ما هو ولي عليه يعطيها لوليه، إن كان قاصرا يعطيها لوليه، أما إذا كان رشيدا يعطيها له ويتصرف فيها. نعم.